Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Online teaching center channel par aapko khush aamadeed kehta hoon. Aaj inshaallah Hifzul Quran series mein Surah Al Fajr ki pehli 10 ayat hifz karenge. Surah Al Fajr Makki surat hai. Is surat ki 30 ayat aur 3 ruku hain. Video shuru karne se pehle aap tamam behan bhaiyon se guzarish hai ke is video ko zyada se zyada like aur share kare. Shuru karte hain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر تین بار دیکھ کر پڑھیں گے والفجر والفجر اب ایک بار زبانی پڑھیں وليال عشر وليال عشر وليال عشر تین بار دیکھ کر پڑھ لیا اب ایک بار زبانی پڑھ لیں اب ان دونوں آیات کو تین بار دیکھ کر پڑھنا ہے والفجر وليال عشر والفجر وليال عشر والفجر وليال عشر اب ایک بار زبانی پڑھ لیں والشفع والوتر اس کو پانچ بار دیکھ کر پڑھنا ہے والشفع والوتر والشفع والوتر والشفع والوتر والشفع والوتر والشفع والوتر والشفع والوتر اب ایک بار زبانی پڑھ لیں اب ان تینوں آیات کو تین بار دیکھ کر پڑھنا ہے والفجر وليال عشر والشفع والوتر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والفجر وليال عشر والشفع والوتر اب ایک بار زبانی پڑھ لیں والليل إذا اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھنا ہے والليل إذا والليل إذا اب ایک بار زبانی پڑھ لیں يسر 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 تین بار دیکھ کر پڑھ لیا اب اس کو بھی ایک بار زبانی پڑھ لیں والليل إذا يسر والليل إذا يسر والليل إذا يسر تین بار دیکھ کر پڑھنے کے بعد اس پوری آیت کو ایک بار زبانی پڑھ لیں اب ان چاروں آیات کو ایک بار دیکھ کر پڑھیں گے والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر اب ایک بار زبانی پڑھ لیں هل في تین بار دیکھ کر پڑھیں هل في هل في اب ایک بار زبانی پڑھ لیں ذَلِكَ قَسَمُ ال ذَلِكَ قَسَمُ ال ذَلِكَ قَسَمُ ال اب ایک بار زبانی پڑھ لیں هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمُ ال هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمُ ال هل في ذلك قسم ال
تین بار دیکھ کر پڑھنے کے بعد ایک بار زبانی پڑھنا ہے اب زبانی پڑھ لیں لذی حجر تین بار دیکھ کر پڑھ لیا اب اس کو بھی ایک بار زبانی پڑھ لیں هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر پوری آیت تین بار دیکھ کر پڑھنے کے بعد ایک بار زبانی پڑھنی ہے اب زبانی پڑھ لیں اب ان پانچوں آیات کو تین بار دیکھ کر پڑھیں گے والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر تین بار دیکھ کر پڑھ لیا اب ایک بار زبانی پڑھ لیں ألم تر كيف تین بار دیکھ کر پڑھ لیا اب ایک بار زبانی پڑھ لیں فعل ربك اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھنے کے بعد ایک بار زبانی پڑھنا ہے اب زبانی پڑھ لیں بعاد تین بار دیکھ کر پڑھ لیا اب ایک بار زبانی پڑھ لیں اب اس پوری آیت کو پانچ بار دیکھ کر پڑھیں گے ألم تر كيف فعل ربك بعاد 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 اب تین بار زبانی پڑھ لیں إرم ذات ال تین بار دیکھ کر پڑھیں گے إرم ذات ال اب ایک بار زبانی پڑھ لیں عماد اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھنا ہے عماد اب ایک بار زبانی پڑھ لیں إرم ذات العماد إرم ذات العماد إرم ذات العماد إرم ذات العماد پانچ بار دیکھ کر پڑھنا ہے اور ایک بار زبانی اب زبانی پڑھ لیں اب یہاں تک اس سورت کو تین بار دیکھ کر پڑھیں گے والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر
هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد اب ایک بار زبانی پڑھ لیں التي لم يخلق پانچ بار دیکھ کر پڑھنا ہے التي لم يخلق التي لم يخلق التي لم يخلق التي لم يخلق اب تین بار زبانی پڑھ لیں مثلها في ال اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھیں گے مثلها في ال مثلها في ال اب ایک بار زبانی پڑھیں اب یہاں تک اس آیت کو تین بار دیکھ کر پڑھنا ہے التي لم يخلق مثلها في ال التي لم يخلق مثلها في ال التي لم يخلق مثلها في ال اب ایک بار زبانی پڑھ لیں بلاد تین بار دیکھ کر پڑھیں گے بلاد بلاد اب ایک بار زبانی پڑھ لیں اب اس پوری آیت کو تین بار دیکھ کر پڑھنا ہے التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد اب ایک بار زبانی پڑھ لیں وثمود الذين تین بار دیکھ کر پڑھیں وثمود الذين وثمود الذين اب ایک بار زبانی پڑھیں جابوا الصخرة اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھیں گے جابوا الصخرة جابوا الصخرة اب ایک بار زبانی پڑھیں وثمود الذين جابوا الصخرة تین بار دیکھ کر پڑھیں وثمود الذين جابوا الصخرة وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد 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 اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھنے کے بعد ایک بار زبانی پڑھنا ہے اب زبانی پڑھ لیں وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. پوری آیت پانچ بار دیکھ کر پڑھنے کے بعد ایک بار زبانی پڑھنی ہے, اب زبانی پڑھ لیں. اب یہاں تک اس سورت کو تین بار دیکھ کر پڑھیں گے. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. اب ایک بار زبانی پڑھ لیں. وفرعون ذل. تین بار دیکھ کر پڑھ لیا, اب ایک بار زبانی پڑھ لیں. اوتاد. اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھنا ہے اور ایک بار زبانی, اب زبانی پڑھ لیں. وفرعون ذل اوتاد. تین بار دیکھ کر پڑھ لیا, اب ایک بار زبانی پڑھ لیں. اب آج کے سبق کو پانچ بار دیکھ کر پڑھیں گے اور تین بار زبانی. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. والفجر
وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد اب تین بار زبانی پڑھ لیں صدق الله العظيم آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ